دايما بيقولك ان حراس المرمى ما بيبقاش يعني تفكيرهم يعني قليل منهم اللي بيستمروا او بيقدروا يكون عندهم تطور او بيبقى عندهم ثبات في التطور الاداء او الشهرة اللي بتحصل لهم. محمد ابو جبل مع يعني بعد البطولة اللي حضرتك قلتها في 2017 تراجع مستواه ومشي من الزمالك وعمل ازمات، وحتى الان بسم الله ما شاء الله يعني. وانا دي من الحاجات الغريبه اللي او من الكوارث انا اللي بقول اللي عملها فيتوريا، ان ياخد حارس مرمى داخل فيه 20 هدف تمام. اللي هو محمد ابو جبل تمام. طيب في المنتخبات او في المنتخبات الاولى بتتقاس بحاجه معينه، عدد ساعات اللعب الدوليه تمام. ممكن تقول لي اربع حراس عن اكبر اربع حراس عندهم عدد ساعات لعب دولي موجودين في لمنتخب مصر؟ ما عشان انت زي ما انت قلت انت ما بتصنعش بس خلاص حارس مرمى، بس خلاص يبقى المشروع من اوله غلط. يبقى المشروع مش من اوله مش محطوط على اساس سليم. الاساس السليم ان انا عندي واحد وفي الودي في واحد تاني بيلعب عادي جدا مش مشكله، حتى لو خسرت الودي انا عندي بلان وفيجن لقدام مش للحظه. يعني ايه؟ يعني انا خسرت ماتش ودي مثلا من فرقه مجهوله الهواء، مش احسن ما اتعادل ثلاث ماتشات في بطوله واخرج بالمنظر ده؟ ساعة ما محمد الشناوي الجون رقم واحد عندي يتصاب، تمام، ابقى اقعد اقول هلاعب مين هلاعب مين؟ مفيش حد عندي عنده عدد ساعات لعب كافيه ان هو ان انا اقول اه خلاص هو ده رقم اثنين. اه انا رايح، الناس رايحه منتخب مصر تمام. محمد صبحي لعب الماتش الودي، لما محمد صبحي لعب الماتش الودي اكيد انا كجهاز فني انا مش هلاعب الجون رقم ثلاثة اللي هو ماتش تنزانيا، اه تنزانيا تمام. اكيد انا مش هلاعب الجون رقم ثلاثة ماتش ودي تمام. بعد كده اخد القرار ان محمد ابو جبل بعد ما الشناوي اتصاب تمام، يبقى محمد ابو جبل اللي يلعب تمام. ده تخبط، ما هو كده كده مفيش حد عارف دوره. مفيش حاجه. واحنا كل الحراس اللي في الدوري الممتاز محترفين، ومن امتى بيكونوا بتكلم محترفين يعني عندهم فكر اللي هو محمد شناوي مثلا تمام. محمد عواد تمام، فاهمني حضرتك؟ تمام تمام. فبالتالي هل كلهم او بنسبه قد ايه؟ بلاش تقول اسماء يعني، لو انت مش عايز تقول اسماء عايز تقول مش لا انا مش هقول اسماء، لا خلينا ما نقولش اسماء، بس انا عايز اقول لك ان نقول في الصف الاول والصف الثاني ممكن تقول نسبه، لو انت اديت الفرصه ان الناس تظهر اعلاميا او الناس يتشاف شغلها الحقيقي اعلاميا او تتحط في فرق في فرق جماهيريه كفايه ان هي الناس دي تظهر، لا احنا عندنا محترفين حراس محترفين كتير جدا طبعا. بنسبه قد ايه؟ بنسبه كام من الدوري الممتاز؟ اكتر من 50%. اكتر من 50% بالنسبه لجون اول وجون يعني تاني. ده يخلينا ما نعتمدش على حارس اوحد. لا طبعا انا من وجهه نظري انا لا. لا مع التاكيد على ان محمد الشناوي هو الحارس الاول. طيب هو محمد الشناوي ليه الحارس الاول؟ يعني ايه السبب ان محمد الشناوي هو اللي محطوط ان هو رقم واحد؟ علشان اداؤه ثابت، وعلشان الراجل هو اللي محطوط في وش المدفع وهو بيشيل الليله على طول تمام. اول ثبات انفعالي وعنده اتزان وعنده راجل وقائد في الملعب بالظبط، وشخصيه قويه جدا وشخصيه قويه جدا جوه النادي الاهلي، وحارس مرمى من افضل ما يكون. لكن تعالى ان احنا نقول مين اللي اخد فرصه غير محمد الشناوي. هنقول جبل في البطوله اللي فاتت صح ولا غلط؟ صح. مش اللي هي اللي فاتت دي على طول اللي قبلها والراجل كان كويس اللي جدا اللي هي 2017 والراجل كان كويس جدا تمام. مين اللي اخد فرصه في النادي الاهلي غير محمد الشناوي؟ مصطفى شوبير والراجل كان كويس جدا. يعني ايه المشكله ان الفرصه تبقى متاحه تمام، حتى لو بنسب ان الناس تبتدي تظهر، الناس يبتدي شغلها يظهر. قرار منع الحراس الاجانب في الدوري المصري كارثه كارثه كارثه. ده انا فاكر ان انت هتقول لي ان كارثة. ان افاد لا طبعا الحراس وزود عدد حراس المرمى. انا زودت العدد بس لغيت المنافسه. لغيت المنافسه مع اي حد جاي من اي ثقافه تانية او من اي نمط تدريبي مختلف او من اي حاجه مختلفه. لا كارثه طبعا. يعني انا من وجهه نظري اللي هو انت ليه حكمت على ان المنافسه تبقى داخل البلد فقط؟ طيب يعني هي فكره ان انا يبقى عندي حارس محترف دي بتبقى من كام سنه؟ من سن كام؟ وهل احنا بنلتزم بالسن ده ولا احنا الدنيا ماشيه بالبركه؟ لا هي ماشيه بالبركه، هو ديفنتلي ماشيه بالبركه.
تمام. ليه؟ يعني خلينا نقول ايه سبب ان هي ماشيه بالبركه، ان اصلا حراس المنتخبات اللي هو المنتخبات لكل فئه عمريه مش ايه يعني مش ما بيبقاش الجهاز مستقر عليهم لغايه قبل المنتخب الاولمبي. يعني بتوصل لغايه المنتخب الاولمبي وبعد كده خلاص، بعد كده خلاص اه هم دول الثلاثه اللي الجيل ده اتفلتر عليهم. انما انت الصناعه نفسها بتبدا من امتى؟ من الولد وهو عنده 14 سنه، من هو عنده 13 سنه، من اول ما يبتدي يقول انا هلعب، من اول ما يبتدي يلعب على جون كبير تمام. انا لغايه من 13 14 سنه لغايه 19 سنه، يعني انت بتتكلم في 6 سنين 7 سنين عمر تمام، انت بتعمل ايه؟ ولا حاجه، بتلعب ماتشات بس، مفيش اي رؤيه، مفيش اي رؤيه.